في ختام زيارته لبروكسل، التقى وزير الخارجية الطيب بكوش بالمفوضة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وذلك لتبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة بما فيها تعزيز الدعم الأوروبي لمؤسسات الدولة التونسية عبر مشروعات تساعد الجمهورية في تنمية اقتصادها وكذلك إجراءاتها في مكافحة الإرهاب. تبادلنا الرأي حول المشاكل المنطقة وخاصة قضية الهجرة، قضية أيضا السوريين الذين يدخلون الآن أفواجا إلى أوروبا، وكذلك قضية ليبيا والحل السياسي في ليبيا. وما كانت وجهات نظرنا متطابقة فيما يتعلق بضرورة تكثيف الجهود من أجل حل سياسي سريع لإيجاد حكومة وحدة وطنية في ليبيا حتى يمكن التفرغ فيما بعد والتعاون من أجل القضاء على الإرهاب بصفة ناجعة. كما وتركزت الحوارات على اتفاقية التجارة الحرة وسبل تعزيز التعاون للنهوض بالسوق التونسية، سيما لصالح تصدير المنتجات المحلية للأسواق الأوروبية، إلى جانب قضايا تتعلق بدعم الإصلاحات في قطاع التعليم والتدريب والتأهيل وتنمية القدرات الشابة. Cette intensité d'échanges montre à quel point la Tunisie est importante pour l'Union européenne et à quel point nous sommes prêts à aider la Tunisie dans les différents enjeux, dans son processus de transition, dans les réformes économiques, pour aider notamment à l'emploi des jeunes, pour qu'ils aient un futur, mais également à lutter contre des défis communs comme celui du terrorisme. Comme vous le savez, l'Union européenne va aider la Tunisie davantage dans la réforme du secteur de la sécurité. Ça a été discuté également. Donc, dans l'ensemble, l'Union européenne et la haute représentante a voulu affirmer au ministre à nouveau que l'Union européenne était aux côtés de la Tunisie. الوزير التقى كذلك بالمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ضمن مباحثات تتصل بالوضع الإقليمي وتحديداً المسار السياسي في ليبيا، فتونس إحدى أهم المهتمين وتعد بوابة رئيسية للتواصل مع الأطراف المتصارعة في سبيل استعادة الدولة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون إلى جانب جيرانها في مكافحة الإرهاب وقطع الطريق على المهربين في جنوب المتوسط. يعتبر الاتحاد الأوروبي تونس شريكاً رئيسياً لارتباطه بالقارة ولعمق الامتداد السياسي والاقتصادي والأمني، لتبقى تونس على موعد مع مزيد من اللقاءات، خاصة في ظل الاهتمام الأوروبي المتزايد بملفي الهجرة ومكافحة الإرهاب ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. نور الهدى محمد، التلفزة الوطنية التونسية، بروكسل.